متابعين حلقتنا والمحطه هلا مع مدام ليلى عبيد، انا اشتقت لك كثير اللي زمان مش شايفك، يعني صاروا شهر تقريبا. يعطيكي الف عافيه، بعرف قد ايه مشغوله وقد ايه هالموسم بياخذ من وقتك، يعطيكي كل العافيه انت والاكيب لحتى الكل هيك يكون مرتاح، لانه هيدي يمكن اوقات نحن بنقول اللي جوا بيعكس على برا، بس اوقات كمان قد ما تعبانين من جوا اللي برا بيصير يعكس على جوا، مش هيك؟ ما في شك. وبعدين لي انا كنت بدبي، حسيت انه كريسمس كان هيك عم بضوي، رجعت لهون قلت انا نحن كنا نضوي كل البلدان العربيه، صارت البلدان العربيه عم بتضوي اكثر منا، ان شاء الله يرجع هالبلد بالايمان اللي فينا، بالمقدمه اللي قلتها اليوم، هل بفتكر انه هالبلد الايمان بلد القديسين يرجع يعمل شيء عجيبه ونرجع. امين امين. اليوم رح نحكي عن الفيتامين سي، صحيح، عن دوره خاصة بفترة الشتاء، يعني دوره مش بس للجسم كمان دوره للبشرة. دايما بنقول إلي بالشتوية بدي أخذ فيتامين سي، بدي أشرب عصير، بناكل كتير فواكه، سترس فروتس، ولكن الفيتامين سي بيدخل بتركيبة كتير أساسية يلي هي بتحافظ على متانة البشرة، تجديد خلاياها، التصبغات اللي بتصير فيها تقدر يقومها. بدنا نقول إنه في مناسبات هلأ بدنا جلو، ليش ما نبلش بالفيتامين سي من هلأ لنوصل للمناسبات نكون صارت البشرة جاهزة، وهالبلد غني بكل هالفواكه لحتى نقدر نستفيد منها. أكيد إنسايد أوت هو الأساس، ولكن بيرجع أنه في دور لوصفات طبيعية بدنا نجرب دايما أنه نستفيد منها بطريقة بسيطة. قبل ما بلش بالوصفة اللي اليوم صورتها بدي أقول أسهل شيء أنه نبرش أورنج أي البرتقال، نرجع من بعده نزيد عليه تقريبا ملعقتين زيت اللوز، نحطهم بامري، نحطهم بمرطبان، ومنحط مي مغلية بس يغلوا نرجع منصفيهم ونستخدمهم كفيتامين سي. هيدي أسهل طريقة للأشخاص يلي ما عندهم وقت يعملوا تركيبة خاصة وكتير مدروسة. هيدي تركيبة ما فينا نقول صعبة، منحطها وما بيصير لها شيء، لأنه نحن عم نعمل باماري عم نحافظ على المواد ومنستخدمها يوميا مساء. أما الوصفة اللي اليوم بدنا نشوفها حضرتها بالبيت لحتى نقدر نشوف كيف فينا نصنع فيتامين سي من أهم التركيبات يلي رح تحافظ على التجاعيد تحت العينين، نتخلص منهم، الإسوداد، الساجنس، الترهل، التصبغات مثل ما سبق قلنا، وجلدي متينة ومشدودة. بالبداية بدي حضر شوي من الألوي فيرا، بجيب غصنين من الألوي فيرا، بقصه بالنص، بشيل بالملعقة وبحطه بالخلاط، وبجرب أنه أكد أني قدرت أحصل على هالمادة اللزجة يلي بتساعدني على التركيب يلي بدي أستخدمها. إذا كانت ما عم برتاح كتير بالخلاط، في يضيف له شوية زيت اللوز أو ربع ملعقة من الفازلين، بصير يساعد أكتر، يصير إموليونت ويصير الوصفة تفيدني بطريقة أسهل. القسم الثاني هي لبرش الجزر، برش الليمون أي البرتقال، وبرش الحامض. بدنا نحصل على هالبرش تقريبا ملعقتين كبار، ونرجع نوضعهم بالخلاط شوي بشوي لحتى نأكد أنه صار في عنا هالوصفة يلي مكوناتها مهمة كتير. أنا هون بدي أضيف برش البطاطا، لأنه البطاطا اللي حيعطيني إفي مويشورايزين كتير قوية مرطبة، رح تساعد البشرة أنها تاخد عامل الترطيب اللي بحاجة لإله، مثل ما منحس من بعد دايما لما منسلق مية البطاطا منحس إذا غسلنا إيدينا فيها منحس كأنه نعمه. هون عم نشوف البروسيجر كيف عم بتم. هون عم بوضع برش الجزر، برش الحامض، وبرش البطاطا. من بعد ما يتم مثل ما بنقول هرسون جيدا، نحن هون عم نحضر الفيتامين سي ليكون جاهز لحتى نستخدم هالوصفه مع المكونات يلي رح نشوفها بالتوالي. هون عم نشوف زيت اللوز،
وزيت الكوكونات، استخدمت نوعين زيت. إذا كانت البشرة جافة منحط زيت الكوكونات وكافي، إذا كانت البشرة دهنية وبتعاني من الأكنية زيت اللوز من المستحب، إذا بشرة aged أي عم تعاني من التجاعيد منحط شوي من زيت اللوز شوي من زيت الكوكونات أي زيت جوز الهند. منضيف لإلون أي زيت معطر. شو عنا؟ أنا بحب كتير اللافندر، فينا نحط شوي من زيت اللافندر المعطر لحتى هيك نعطيها ريحة طيبة لوصفتنا. ستيب 2 رح تكون للألويفيرا، مثل ما سبق قلنا إنه الألويفيرا رح نمزجها ونحضرها ليصير هالمادة لزجة. بدي أضيف هالمزيج اللي حضرناه من البرش للمصفاية وبلش مرق الملعقة لصفي كل هالمزيج، يصير عندي مزيج ما في ولا برش ولا شيء. بقدر حط بالمصفاية، بقدر حط بشاشة. إذا نزلناهن فوق شاشة وعصرنا الشاشة بينزل المستحضر وكأنه مصنع. بالمصفاية كمان إذا مصفاية ناعمة بناخد نفس النتيجة. منمزج اثنين مع بعضهم ومنرجع بعدين منحطهم بأمقم يلي فينا مثل قطارة. نوضع كل يوم من عشية شوي من هالفيتامين سي، 5 قطرات تقريبا، لحتى تبلش البشرة تستفيد من كل مكوناتها. ما بيصير لهم شيء، مش بحاجة نحطها بالبراد، بتضاين لأكثر من 3 أشهر وعنا فعالية فورية. ما منلاحظ إنه البشرة عم تأشر مثل فيتامين سي اللي منشتريهم، ولكن تعمل سكين ريجوفينيشن مع نفسها. هيدي الخلطة للرجل كما للمرأة، رح يستفيد منها الرجل إذا وضعها يوميا على الوجه على العنق وحول العينين. وبزيت الوقت إذا صرنا نشوف بعد فيديو أكتر، فيديوهات أكتر عن هالخلطة كمان واي نوت، بس صار التوضيح كافي لكيف نحضر الفيتامين سي. مدام ليلى، هل إذا بدك هالتغذية للبشرة يلي بيأمنها الفيتامين سي كمان فيها تستمر بالصيف، ولا هي حصرا ومفيدة أكتر بالشتاء؟ كتير حلو يلي عم تقوله. للأشخاص يلي ما بيعرضوا بشرتهم كتير لأشعة الشمس ما في مشكلة، ولكن الفيتامين سي يعني مثل ما بنعرف عنده exfoliating effect، يعني بيقدر يقشر الجلد، بيقدر يساعد يشيل الخلية الميتة. يعني عم نشيل خلية ميتة، خلية بدنا نحافظ على الخلية الجديدة، بدنا نحط حجاب واقي أي sun filter protection. إذا عم نحط sun filter protection why not، وإذا ما عم نتعرض عموديا للشمس ما في ضرر. ولكن وصفة شتوية 100% يلي بتفيد البشرة بشكل كتير مريح، ما منخاف إلا إذا عم نطلع على السكي بدنا كمان نحط دايما sun filter protection. ما فينا نفكر بجلدة صحية من دون ما نحميها حتى بفصل الشتاء، لأنه من الإزاز بيقدر يفوت الـ UV rays يلي بيأذوا البشرة. في ميل إنه الميك اب يحلينا صار أكتر من الشمس يلي بتعطي هاللون البرونزي. الميك اب رينج يلي صار بيعه نسبته كتير أعلى من تفتيح البشرة. يعني نحن منفتح البشرة تنضويها. هون عم نشوف الألوي فيرا مثل ما سبق وقلت، لما أضفنا لإلها شوي من الفازلين أو شوي من الكوكونات أويل أو الزيت اللوز وزيت الشي فوق منها، عم برجع حط البرش أو بعمل البرش وحدهم والألوي فيرا وحدهم. It's the same thing. عم نوصل لنفس النتيجة، وبالآخر بدنا نصفيهم أو منخلط الألوي فيرا وحدهم وهديك وحدهم، بس هي زيتها مثل ما بتطبخها بنرجع بتصير مع بعضها عم تغلي مع بعضها. كنا عم نقول عن قصة الإسمرار. بتشوف إنه السولاريوم أخذ كتير رواج إنه يسمروا بشرتهم، بس البشرة اللي عندها لطش وسمرة منها حلوة، نحن بدنا نحصل على لون برونزي حلو أو غامق حلو من خلال الميك اب أكتر من ما بدنا ناخده من الشمس. هاي الخلطة لاحظ كيف صاروا عم بيصيروا جاهزين، البرش مع الألوي فيرا مع الزيوت يلي انحطت لنبتدي بتصفيتهم.
ليه عم يلعب دور الميك اب اكثر؟ لانه صار نسب بيع الارقام من 5 6 7 8 هون عم نشوف التصفايه مثل ما سبق وقلت، شو كيف بيصير هالسيروم فيتامين سي عم ينزل جاهز ولا اجمل وسوبر بروفيشنال. ولو بدنا ناخده اقل شيء بالفيتامين سي سيروم $200 و$300، هون ما عم نتكلف اكثر من شيء 20,000 ليره. هالبرونزاج اللي بدنا اياه، لانه بنشوف على الهواء قد ما نغمق حالنا بنشوف حالنا افتح، بنروح لسهره بنشوف كانه البشره مع الاضاءه فاتحه ما عم تعطي جمال، في ميل للتغميق. الوان الميك اب الغامقه يلي سبق وحكيناها وارده انها تصير تفوق اي بيع اخر. ليه؟ لانه صرنا بالميك اب نتكل نغمق بشرتنا. سو الفيتامين سي رح يعطينا ضوء، رح يعطينا بشره لماعه مشرقه، بيجي الميك اب تغمقها مثل ما نحن بدنا، بيبقى هاللمعيه بالوجه، بيبقى هالنور بالوجه وصحه البشره من حيث التجاعيد، من حيث هيك الساجنس الارتخاء. هون فضينا الفيتامين سي بمرطبان وفينا استخدمه عادي او ارجع حطه مثل ما شفنا. قد ايه بنذكر قد ايه ممكن يضاين؟ بيقدر يضاين شهرين ثلاثه ما بيصير له شيء. انا حطته على الكومود بشيله كل يوم بحط بشوف ريحته بتطير العالم. ما ضروري بالبراد ابدا ابدا ولا بحاجه. يعني الاشخاص يلي بحبوا واي نوت، بس يعني يمكن اذا البراد عم يطفي ويدور يضر المستحضر اكثر. وتنحصل على هالفيتامين سي بالشكل الحلو لازم يضلوا بحراره مضبوطه معتدله، وفينا نمرقه اذا ما عندنا قطاره على ايدنا، فينا نحط على قطنه ونمسح الوجه بالقطنه ومش بحاجه لاي شيء من بعده. وفينا الاشخاص بتحب تعمل مويشر اكثر، هيدا الالوي فيرا اللي قلت كيف فينا نعمله مع الكوكونات اويل او مع الفازلين لحتى نحصل على هال. شوف كيف عم نرجع نخلطهم مع بعضهم من بعد ما تصفوا، او بنحطهم مع بعضهم من الاول. انا اردت اعطي الوصفتين لانه الالوي فيرا بنضل فينا نستفيد منها لاشياء ثانيه، وبنحط هالفيتامين سي وقد ما بدنا الكميه، وبقدر احفظ الباقي بالثلاجه او بخلطهم من البدايه لاحصل على هالوصفه الحلوه. مرحلة مناسبات جاية راس السنة وبدنا نستقبل السنة الجديدة بهيك بجمال وبضوء أكثر، هيدي وصفة كافية لعيد الميلاد وراس السنة لحتى نكون أجمل. شكرا كثير مدام ليلى، ونتلاقى معك نهار الثلاثاء. ثانك يو إلي. أهلا وسهلا فيك. ميرسي كثير. نحن رح نتابع حلقتنا، خليكم معنا.